قصص نجاح حققها التعاون البحثي بين الجامعات السورية والأوروبية في إطار برنامج الحراك عبر أوروبا للدراسات الجامعية تيمبوس، الذي أطلق في أوروبا بداية العقد الماضي وحط رحاله في سوريا قبل 8 سنوات بهدف المشاركة في برنامج إعادة تأهيل أنظمة التعليم العالي في الدول الشريكة وعددها 27 دولة. هذه المشاريع فيها تعاون علمي، تعاون بحثي مشترك. هذا التعاون بالتأكيد ينعكس إيجابا على تبادل المعرفة، تبادل الخبرات في المجالات مختلفة حقيقة، سواء في مجال ضمان الجودة والاعتماد، أو في مجال تطوير المناهج، أو في مجال تطوير برامج واعدة مرتبطة بسوق العمل وأيضا مرتبطة باختصاصات نوعية مطلوبة في المنطقة وفي العالم. تيمبوس الذي يعتبر أحد برامج المجموعة الأوروبية المصممة لدعم عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتنمية في الدول الشريكة، يهدف إلى خلق حراك يساهم في تحويل الجامعات من مراكز تقليدية لتخريج الطلبة إلى مراكز لبناء جيل جديد قادر على استيعاب المستجدات في العلوم والتكنولوجيا وثورة المعلومات المتدفقة. تيمبوس is working more in cooperation between universities, between research institutions, between Europe and Syria. We have almost 40 initiatives which we have launched now over the last 5 years. It's very important. It's very important because we encourage the academias from both sides to work together, better understanding, and also contributing in the bigger objective, which is how to modernize higher education. من عام 2002 حتى تاريخه تم تنفيذ 35 مشروع تيمبوس. معظم هذه المشاريع كانت موجهة لتطوير المناهج. القليل من المشاريع كانت موجهة لإدارة الجامعية والحوكمة. بالعدد يعني حوالي 27 مشروع كانت موجهة لتطوير المناهج و8 كانت موجهة للإدارة الجامعية. من حيث توزع المشاريع على الجامعات، معظم المشاريع كانت موزعة بجامعتين الحقيقة، جامعة دمشق وجامعة حلب، بمشاريع قليلة موزعة بالجامعات الأخرى في القطر. إذا حكينا فيما يخص تمويل المشروع، حتى تاريخه تم تمويله ب10 مليون يورو، أكثر من 10 تقريبا 12 مليون يورو ممكن نقول. تيمبوس الذي يحاول الوصول إلى أهدافه من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تحدد الأولويات التنموية والمقترحات التي يمكن العمل من خلالها، يشمل مشاريع تنفذ على مستوى مؤسساتي وإجراءات هيكلية تنفذ على مستوى وطني. شركاؤه هم مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة المعترف بها والجمعيات والمنظمات التابعة لمؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى شركاء من المجتمع المحلي ومؤسساته التدريبية. في كلية الطب بجامعة دمشق وتحديدا بقسم طب الأسرة والمجتمع، الحقيقة نحن أحد المستفيدين من مشروع تيمبوس يلي هو مشروع دورة تدريبية في الطب المهني، يلي الحقيقة شركاء عديدين من أهم الشركاء الوطنيين طبعا جامعة دمشق وجامعة حلب وجامعة البعث، ومن الشركاء الأوروبيين لسابينزا في روما وأيضا جامعة مالطا، والمانجمنت إدارة المشروع هي في مؤسسة اليونيميد، وفي عنا شريك وطني الحقيقة هام جدا ليس جامعي اللي هو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أحد منتجات المشروع بالإضافة إلى تدريبهم في مجال الطب المهني هو محاولة إنشاء مراكز للطب المهني في الجامعات الثلاثة، طبعا كواحد من منتجات هذا المشروع أيضا. يشار إلى أن برنامج تيمبوس هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يدعم التعليم العالي في البلدان الشريكة ويشمل غرب البلقان وأوروبا الشرقية ووسط آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتطبق في سوريا حاليا المرحلة الرابعة منه. ويعتبر القائمون على التعليم العالي مشاريع تيمبوس من أهم نماذج التعاون البحثي والأكاديمي الناجحة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. سمر إزمشلي، الحياة البي سي، لبرنامج أوروبا جارتنا، دمشق.